نرحب بكم مجددا في صباح جديد من التلفزيون العربي في لوسيل. وهذه إطلالة على أبرز الأحداث السياسية لهذا اليوم. نعم. صدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا الأمريكية عمدا بأحد الكويكبات في محاولة لتغيير مساره، وذلك ضمن اختبار غير مسبوق لمنع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض، حيث كانت المركبة الفضائية طبعا التي يقل حجمها قليلا عن حجم سيارة قد اصطدمت بالكويكب بسرعة تزيد عن 20,000 كيلومتر في الساعة. مشاهد أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، لكن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تقول إنها صور حصرية وغير مسبوقة في تاريخ البشرية لاصطدام متعمد لمركبة فضائية تابعة لها بكويكب ديمورفوس الذي يبعد عن الأرض 11 مليون كيلومتر، والهدف تغيير مسعره. وكالة ناسا تضيف أن الاصطدام المقصود يدخل ضمن اختبار غير مسبوق لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض. في التفاصيل، المركبة الفضائية التي يقل حجمها بقليل عن حجم سيارة اصطدمت كما كان متوقعا بكويكب ديمورفوس على سرعة تزيد عن 20,000 كيلومتر في الساعة. إلى ذلك تابعت ناسا سير التجربة بنقل حي عبر كاميرات مثبتة على المركبة الفضائية، بتت صورا مذهلة للجرم الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل ديمورفوس بما فيها سطحه الرمادي والحصى الصغيرة التي تغطيه، كما تمكنت الوكالة من رصد لحظة اصطدام المركبة بالكويكب وتحطمها عليه. نحن على وشك الدخول في حقبة جديدة تكون لدينا فيها القدرة المحتملة على أن نحمي أنفسنا من اصطدام كويكبات خطيرة بالأرض. بعد انتهاء التجربة تقول ناسا إن علماءها سيتابعون الكويكب الصغير عبر تلسكوبات لمعرفة مدى تغير مساره بفعل الاصطدام، وهذه مهمة قد تستغرق أياما عدة. والمزيد معنا من لوس أنجلوس مهندس الفضاء في وكالة ناسا لؤي البسيوني. مرحبا بك باشمهندس لؤي. يعني هذه ربما كنا نشاهدها في الأفلام، في بعض الأفلام أن هناك كويكب يتجه نحو الأرض ويتم إطلاق مركبة فضائية لتعترض ذلك الطريق. هل أصبح خيال السينما الأمريكية الآن واقعا حقيقيا؟ وهل نجحت هذه التجربة بالفعل في إزاحة أو لنقل لتغيير مسار هذا الكويكب الصغير؟ أو دعنا نفهم أكثر منك ما الذي يجري. يعني هو يعني أول شيء أنه تم اصطدام المركبة دارت في الكويكب، فطبعا هي مجرد يعني وصول للمكان يعني يكون هي طبعا أصعب شيء، لأن هي مجرد هذا الشيء أنه تنجح أن توصل تصطدم فيه يعني تعتبر نجاح بحد ذاتها، لأنه تم فحص النظام النافيجيشن اللي موجود اللي بتابعها في آخر لحظة بحيث أنه يصطدم. طبعا هو يعني من ناحية أنه هل ممكن تغيير المسار، يعني هذا من المتوقع، لأنه طبعا يعني هو وزن صغير جدا، يعني دارت وزنه تقريبا 500 كيلو، يعني 5 مليار كيلو وزن يعني الكويكب، فطبعا التأثير حيكون مش بس سريع بنفس الوقت، فممكن تأخذ وقت ويحاولوا انه يقيسوه من خلال الليزر انه قديش ممكن تغير المسار. بس هي اهم شيء انه تم يعني الاصطدام بالكويكب. طيب، وبالتالي هذا يضع يعني هذا النوع من الابحاث والدراسات مستقبلا في اي اطار؟ هل سنكون بالفعل قادرين في المستقبل على التصدي لربما كويكبات اكبر حجما قد تكون مهدده للحياه على الارض؟ طبعا هي يعني هي الفكره طبعا مجرد انه ممكن انك تصلي له وتصطدم فيه، يعني بتفتح الباب الى كثير من يعني المحاولات اللي ممكن تستخدم، انه ممكن يعني في المستقبل انه تحميله لمتفجرات او يكون وزن يعني 5-6 أضعاف الكويكب المركبه هذه. فيعني في حسب نسبه مثلا يعني ممكن التغيير المسار حتكون ممكن بسيطه جدا، بس طبعا هذا الكويكب تقريبا هو بعيد عن الارض تقريبا ما يعادل 7 مليون ميل، يعني تقريبا يمكن 11 مليون كيلومتر، فطبعا يعني لما تخلوه حتى تحركيه مجرد
يعني مجرد يعني سنتيمتر واحد احتمال يعني ساعتها انه يتغير مساره انه يبعد عن كوكب الارض. فيعني فطبعا هاي النتائج حتساعد الدراسه في المستقبل، بحيث انه هل ممكن يعني نعتمد عليه في تكوين نظام دفاعي، انه حسب المعلومات اللي حتتجمع من هذا من هذه يعني نجاح ربما هذه المركبه في الاصطدام عمليا بهذا الكويكب مبني على مجموعه من الدراسات، مسار هذا، السرعه التي يمشي فيها الكويكب، سرعه، يعني كل هذه التفاصيل يجب ان تكون دقيقه. لكن السؤال هو ماذا لو اصطدمت هذه المتفجرات مثلا في كويكب مستقبلا، لكن بدل من ازاحته الى مكان بعيدا عن الارض ادت الى ازاحته الى مكان، ما الذي يضمن مستقبلا ان لا يتحرك، ان لا يتغير المسار بشكل عكسي، بشكل مضر لكوكب الارض؟ هو يعني سؤال يعني يجيه هو يعني طبعا هم بتكون الازاحه باتجاه معين، طبعا هم دارسين الاتجاه المتوجه فيه. طبعا الكواكب هاي بتكون يعني طايره مسافات طويله، طبعا سرعه عاليه. طبعا هو يعني هذه فكره المتفجرات، يعني هذا شيء انا ضفته يعني مش من ضمن الدراسه. فطبعا انه ممكن انه يعني هم يعني انت بتحاول تصطدم فيه، يعني انه باي اتجاه، اذا اصطدمت فيه التغير بالاتجاه حيكون بالاتجاه العكسي. فطبعا انت بتطلق المركبه من كوكب الارض، فلما تخبط لما تصطدم فيه حتوجهه بالاتجاه الاخر، يعني مهما يكون الطريقه يعني الاحتمال حيكون ضئيل جدا بتقدمه الى باتجاه كوكب الارض. لكن هي تعتبر خطوه على الاقل اولى يعني في اتجاه الدفاع عن كوكب الارض من اي كوكبات قد تتجه نحوه. شكرا جزيلا لك من لوس أنجلوس مهندس الفضاء في وكالة ناسا لؤي البسيوني.